شلونكم يا أحلى ورود بهالدنيا؟ اليوم حشارككم بطريقة تحضير شامبو مقوي للشعر ومحفز لنمو الشعر، يعني اللي عندهم شعرهم خفيف أو عندهم فراغات بفروة رأسهم أو اللي عندهم شعرهم بصعوبة ينمو، فهذا الشامبو ضروري يستعملوا شعرهم. والشامبو اللي اليوم راح نحضره هو شامبو القهوة. هذا الشامبو ححضره اليوم بناء على طلب من أحد المتابعين واللي أراد طريقة تحضير شامبو القهوة في المنزل. وحتى نحضر هذا الشامبو نحتاج إلى كوب واحد من الشامبو. حتسألوني أي نوعية شامبو نستعمل بهذه الوصفة، حتى أجاوبكم أنا أقولكم أنه أي نوعية تقدرون تستعملوها بتحضير هذا الشامبو، أي نوعية شامبو ملائم طبيعة شعركم ومساميته. وأكيد أنا أفضل أن يكون الشامبو اللي تستعملوا شعركم هو شامبو صحي يكون خالي من المواد الضارة. بالنسبة إلي فالشامبو اللي أستعمله كما هو موضح أمامكم شامبو مؤشر عليه أنه هو خالي من الكبريتات، خالي من البرابين، خالي من السيليكون، من مشتقات البترول، وحتى من مشتقات أو أي شيء إلى علاقة بالحيوانات. الآن راح أضيف 3 ملاعق طعام أو 3 ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة المطحونة. القهوة جدا مفيدة للشعر لأنه تحتوي على الكافيين، سبق وتحدثت عن هذا الشيء بالتفصيل وعن أنه شلون القهوة مهمة بتقوية بصيلات الشعر وتحفيز نمو الشعر، وحتى أن القهوة تجعل فروة رأسكم صحية. ليش؟ لأنه تخلصكم من ترسبات المنتجات اللي باقية على فروة الرأس. طبعا القهوة سبق تكلمت عنها بفيديو خاص، واللي يحب يطلع عليها والمعلومات اللي ذكرتها وكيف تستعملوها شعركم فحترك لكم هذا الفيديو أو رابط هذا الفيديو بنهاية هذا الفيديو راح تشوفوه. وحتى ندعم هذا الشامبو ونجعله أكثر فائدة للشعر راح أضيف له مادة أخرى وهو الدارسين أو القرفة. نحتاج من الدارسين إلى حوالي 3/4 ملعقة الطعام نضيفها على الشامبو ونخلط المكونات جيدا. بعد ما أنا خلطت المكونات اتأكدوا أنه ما بي أي تكتلات، هاي أول شيء. وإذا حسيتوا المزيج نوعا ما سميك تقدرون تضيفوا له شوية مي. الآن انتهينا من تحضير الشامبو، نتركه لمدة 24 ساعة أو يوم كامل قبل لا نبدأ نستعمله لشعرنا. معلومات بخصوص هذا الشامبو، هذا الشامبو إذا استعملتوه بصورة متواصلة راح يقلل من ظهور الشيب لشعركم، يعني بالإضافة للفوائد اللي ذكرتها بداية الفيديو فأيضا راح يقلل من ظهور الشيب. شامبو اللي حضرناه اليوم شامبو القهوة يلائم كل أنواع الشعر، يعني يلائم الشعر الكيرلي، الشعر السرح، الويفي، يلائم الشعر الدهني، الجاف، المعتدل، كل أنواع الشعر. بالأخير أوجه شكر خاص لكل المتابعين بكل بقاع العالم، وشكراً للأخ اللي طرح هذا الاستفسار. أتمنى أكون أنه أفدتكم شيء اليوم. طبقوا هذه الوصفة واستعملوها لشعركم حتى تحصلون على شعر قوي وصحي ولامع. لكم مني أجمل الأمنيات وطاب يومكم.